السلام عليكم ورحمة الله. درسنا لهذا اليوم العدد الفردي والعدد الزوجي. فكرة الدرس: اتعرف الأعداد الفردية والأعداد الزوجية. هنا نعرف الأعداد الفردية والأعداد الزوجية. العدد الزوجي هو يبدي دائما من الصفر، 0 2 4 6 8، ها هي الأعداد الزوجية. الأعداد الفردية 1 3 5 7 9، هذه الأعداد الفردية. الأعداد الزوجية هي اللي تكون أزواج، مثل هاي 2 هذن 2 هذن 2، هاي 4 هاي 2 وهاي 2، بدون يعني ما يزود واحد. الأعداد الفردية لا، ما تكون أزواجا، يعني هاي مثلا 2 وهذا زايد 3، هنا مثلا هذن 4 وهذا الخامس. هسه نعرف الأعداد الزوجية تبدأ من الصفر، 0 2 4 6 8. هسه أوضحها لكم بعد أكثر. العدد الزوجي 0 2 4 6 8، العدد الفردي 1 3 5 7 9. يعني هنا 0 زوجي، 0 يجي وراء الواحد، الواحد فردي، 2 زوجي، 3 فردي، 4 زوجي، 5 فردي، 6 زوجي، 7 فردي، 8 زوجي، 9 فردي. يعني زوجي فردي زوجي فردي، ويبدي لا ننسى من الصفر. زين، هسه نجي نحل. هنا نضع دائرة حول العدد الزوجي. هنا منطينا رقم 6، رقم 6 عدد زوجي لو عدد فردي. هنا منطينا العدد الزوجي من ضمن الأعداد، 6 من ضمن الأعداد الزوجية، إذا 6 هو عدد زوجي، مخلين عليه دائرة. 19، هنا إما نباوع، نباوع على الآحاد، دائما نباوع على آحاد مالتي إذا كان عدد فردي أو زوجي. هنا 9، 9 عدد زوجي أو فردي، هنا 9 من ضمن الأعداد الفردية، من ضمن الأعداد الفردية 9، إذا هذا العدد هو عدد فردي. 44 عدد زوجي، لأن الآحاد مالته 4 ومخلين عليه دائرة، وهو يريد من عنده نخلي دائرة حول العدد الزوجي. 117، هنا نباوع على الآحاد، الآحاد مالته 7، إذا هذا العدد عدد فردي. 159، نباوع على الآحاد، 9، 9 من الأعداد الفردية، إذا هذا العدد هو عدد فردي. 200، هنا عندنا الأحد مالته 0، وقلنا 0 من الأعداد الزوجية، إذا هذا العدد هو عدد زوجي ومخلين عليه دائرة. 215، هنا الخمسة عدد فردي، إذا هذا العدد هو عدد فردي. ضع دائرة حول العدد الفردي. هنا يرجع عندنا دائرة حول العدد الزوجي. هنا ضع مربع، العفو، مربع حول العدد الفردي. هنا عندنا 3، 3 عدد فردي مخلين عليه مربع. هنا عندنا 14، هنا الأحاد مالته، نباوع الأحاد مالته، تعتبر من الأربعة من الأعداد الزوجية، إذا هذا العدد هو عدد زوجي، نعوفه. 33، هنا نباوع الأحاد مالته 3، 3 عدد فردي، إذا هذا العدد فردي ومخلين عليه دائرة. 96، نباوع على 6، 6 تعتبر من الأعداد الزوجية، إذا هذا العدد 96 عدد زوجي، نعوفه. 115، الخمسة عدد فردي، إذا هذا العدد هو فردي ونخلي عليه دائرة، أقصد نخلي عليه مربع. 210، هنا الصفر عدد زوجي، إذا هذا العدد هو عدد زوجي، نعوفه. 337، نباوع على أحاد، الأحاد 7 و7 العدد فردي، إذا هذا العدد فردي ونخلي عليه مربع. نجي للصفحة الثانية، اكتب الأعداد الزوجية المحصورة بين 9 و27، بين 9 و27. أقول هنا شنو يجي ورا 9؟ شنو يجي ورا 9؟ 10، واللي هو يريد أعداد زوجية، إذا نبدأ من 10، 10 الورا 10، 11، 11 نعوفة، 12، 13 نعوفة، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، لأن هو يعني طالب لي لحد 27، إذا 26 هو يعتبر من الأعداد الزوجية
نعيدها مرة ثانية. 10 12 14 16 18 20 22 24 26. هذه هي الأعداد المحصورة بين 9 و27. هنا اكتب الأعداد الفردية المحصورة بين 16 و38. أقول شنو ورد يجي ورا 16؟ يجي 17. نبدأ من عنده. 17 19 21 25 27 29 29 31 33 35 37. اللي هنا نوقف لأن طالب لي هنا الحد 38، الأعداد المحصورة بين 16 وبين 38. صار واضح؟ هنا عندنا أتحدث هل العدد 196 زوجي أو فردي؟ هنا نباوع على الآحاد مالته. الآحاد 6 يعتبر من الأعداد الزوجية، إذن العدد 196 هو عدد زوجي. هنا أحل، أضع دائرة حول العدد الزوجي. هنا عندنا منطينا 4 عدد زوجي، مخلين عليه دائرة. هنا عندنا 17، الأحاد مالته 7 وعدد فردي، إذن هذا نعوفه. 38، هنا 8 عدد زوجي، إذن هذا العدد الزوجي نخليه عليه دائرة. 105، 5 عدد فردي، إذن هذا العدد الفردي نعوفه. 245، هنا عندنا 5 كذلك عدد فردي نعوفه. هنا 300، هنا الأحاد مالته 0، إذن هذا العدد زوجي نخليه عليه دائرة. 416، 6 هنا عدد زوجي، إذا نخلي عليه دائرة. 416 عدد زوجي. ضع مربع حول العدد الفردي. هنا 7 عدد فردي، مخلين عليه مربع. 11 نباوع للواحد، الواحد عدد فردي، نخلي عليه مربع. 22 هنا عندنا الاثنان عدد زوجي، إذا هذا 22 عدد زوجي نعوفه. 27، 7 عدد فردي، إذن هذا العدد فردي نخلي عليه مربع. 96 عدد زوجي. 172 عدد زوجي، لأن 2 هنا عندنا عدد زوجي. 660 عدد زوجي، لأن 0 عدد زوجي. يعني المربع نخليه على 7 و11 و27. هنا اكتب الأعداد الزوجية المحصورة بين 35 و49. الأعداد الزوجية نقول وراء 35 شنو يجي؟ 36 36. 37 نعوفها، 38 39 نعوفها، 40 42 44 46 48. إلى هو المطلوب الحد 49. عندنا اكتب الأعداد الفردية المحصورة بين 62 و78. نقول ورا 62 شنو يجي؟ 63 63. 64 نعوفها نكتب 65، 66 نعوفها نكتب 67، 69، 71، 73، 75، 77. هنا عندنا كون أعداد فردية وأعداد زوجية باستعمال البطاقات الآتية 1 و7 و4. هنا يريد من عندي أسوي بطاقات أعداد فردية وأعداد زوجية، فإحنا شو نسوي؟ نسوي جدول نكتب هنا أعداد زوجية وهنا أعداد فردية. الأعداد الزوجية هنا شلون تكون؟ هنا عندنا 4 عدد زوجي والسبعة عدد فردي والواحد عدد فردي. إذا أريد أسوي أعداد زوجية لازم الأحاد مالته 4، لازم الأحاد مالته 4، لأن بس هو العدد الزوجي. يعني شنكون نخلي 714 و174. هذين البطاقات الاثنين تعتبر زوجية لأن أحاده 4 وعدد زوجي. الأعداد الفردية هنا يعني يصير نخلي الأحاد مالته 7 ويصير نخلي الأحاد مالته 1. يعني هنا مثلا 471 741 147 417، هذني كلهن أعداد فردية لأن 1 و7 أعداد فردية. هنا عندنا اكمل نمط الأعداد الفردية، منطينا 115
ويريد من عندي أعداد فردية 215، شنو وراها 116، 116 زوجي نعوفه نقول 117، وراها هو كاتب لي 119، وراها 121، 123 إلى 125. هاي أعداد فردية، أعداد فردية. صار واضح؟ إلى هنا انتهى الدرس، مع السلامة.